الطقس يعني امس كان مو حلو العصر، نقول الصدق انا مكتبه نجيب يعني تقريبا المغرب بدا شويه يتعدل لغايه الساعه 9 بالليل صار الجو افضل. كيف كان يعني رطوبه ولا كان في البدايه رطوبه؟ ولكن الحمد لله بعد الساعه 9 تقريبا 10 بالليل صار شمال وكان في هواء شويه، في نسمه هواء يعني درجه كانت الحراره انخفضت يعني نوعا ما نسبيا يعني مو كثير. انت شكلك ما تحبين البرد. لا انا احب البرد. تحبين البرد؟ احب البرد زين. شو لكن انا متدمره انه ما انه ما انخفضت درجه الحراره كيف ما يعني احنا كنا. قال لنا استاذ عيسى رمضان طبعا قال لنا قبل تقريبا اسبوعين قال لنا ان بردنا هالسنه دافي والله اعلم يعني ما هو برد قارص. اذا كما عودناكم مشاهدينا كل يوم خميس راح ناخذ المعلومه من مصدرها مع خبير ارصاد الجويه الاستاذ عيسى رمضان. صباح الخير استاذ عيسى. يا هلا صباح الخير يا هلا فيكم. هلا صباحك الله بخير استاذ عيسى. تغير جميل بالجو شفنا امس انخفاض درجه حراره، شفنا الهواء دار شمال لمتى وان شاء الله بيستمر في الاوضاع. انت قلت الناس ودها تشتي. نعم انت قلت لي ان الشتاء انا دافئ، هذا انت اللي قلته وانا اللي قلت لا توك يعني ذكرت ان انا قلت ان هذا فعلا ترى راح يكون شتاءنا الى شهر اخر السنه شتاء يعتبر دافئ لان الاكواس ترجع الهواء الجنوب الشرقي فيرفع الحراره وترد مره ثانيه اللي هي المرتفعات البارده بس مو المرتفعات السيبيريا على اساس شيء السنه هذه ما لاحظنا البرد الشديد. يعني تقول للاستاذه شادي مثلا تقول عندها والله ابي شو اسمه الجو البارد احب الجو البارد يعني. كثير من الناس الان حتى الكساد في الملابس الكساد في بعض اللي هي الشركات اللي هي معتمده خلال فصل الصيف على بيع يعني منتجاتها شتوية. تخسر احيانا بسبب مثل وجود موجات البرد او عدم وجودها. ففعلا السنه هذه تعتبر سنه دافئه نسبيا حتى اخر السنه مع امطار تكون مو الكميات اللي خجوله احنا نقول باستحياء تنزل شويه مثل امس البارح اللي نزلت الامطار زين بعدين الهواء مع المرتفع الجوي اللي راح ياثر علينا وهذا خلى انخفاض يعني راح يستمر له تقريبا ثلاث ايام وترجع الرياح الجنوبيه مره ثانيه ويصير الدفع فراح نكون هم الرطوبه وهم الضباب وهم راح يكون في انخفاض الرؤيه. الرطوبه العاليه هذه تهيئ الوضعيه للاسبوع القادم كذلك ان تكون عندنا فرص امطار. فرص الامطار تفيدنا شنو؟ ان على الاقل البر شويه والنباتات اللي هي موجوده بالصحراء تنبت. يعني هذه الوجود حتى الرطوبه حتى لو ما في امطار قويه ولكن نلاحظ الرطوبه اللي قاعد تاثر علينا شويه راح تجعل اللي هي المناطق الصحراويه تنبت فيها النباتات وتنبت فيها هذه خلينا نقول النباتات الحوليه اللي معتمده على نسبه رطوبه معينه اساس تنبت وتكبر. وهالدفء هذا راح يخليها ما تتوقف. لان برد المربعانيه مثلا اللي قالت المربعانيه اللي هي تتوقف فيها نمو النباتات لذلك احنا متوقعين يعني استمرار نمو النباتات مع اي هواء دافئ لوقت الكوس ترد شو اسمه النباتات تنبت ما راح تتوقف مثلا شهر 12 ما راح تتوقف الا خلينا نشوف موجات اذا جايتنا مثلا شهر 1 من فتره الوزيرق يعني منتصف شهر 1 هذه الفتره اللي تجينا موجات ابرد. وحتى الان يعتبر خاصه ان هذه السنه سنه الالنينو يعني الى الان تاثير الالنينو ما بين عندنا احنا في منطقتنا بشكل كبير وين مثل امس اللي هي بعد ما طافت او طاف المنخفض الجوي على المناطق في المناطق الغربية والشمال الغربية في إيران مثلا وفي جنوب العراق كانت عندهم أمطار غزيرة بسبب اللي هو وجود الوضعية تساعد أن الأمطار تنزل أكثر عندهم من منطقة. نعم يعني خلينا أستاذ عيسى نتكلم شوية رح نرجع لأجواءنا يعني بالكويت وبالمنطقة. لو نتكلم عن الكوب 28 اللي أنت حضرت فيها يعني كم يوم هناك وأمس نعم. طلع قرار بإيقاف الوقود الأحفوري. هذه يعني القرارات هذه شوية صعبة على دولنا النفطية خاصة دول منتجة للنفط. يعني أنا حضرت الخميس وعندنا المحاضرة محاضرتي كانت أساسها يعني التخفيف من الانبعاثات يعني بالزراعة وهذا شيء جميل جدا حقنا احنا بالكويت ان كذلك نساهم في التخفيف من الانبعاثات. ولكن القرار اللي طلع قرار سموه قرار الامارات زين لان عقد في الامارات نعم عقد بالامارات وكان في اكسبو
اللي هو مؤتمر كاب 28. الشيء اللي حصل ان في دول فيها تقريبا 130 ترى نقطه تناقش هناك، ولكن الخروج بقرار اللي هو الحياد او الابتعاد عن استخدام الطاقات اللي هو الاحفوريه في السنوات المقبله من والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئه، هذه كذلك راح تاثر علينا كدول نفطيه احنا. فالكويت والمملكه العربيه السعوديه وكذلك العراق رفضت هذا القرار، يعني احنا ثلاث دول فقط رفضت القرار، باقي الدول العالم اكثرها قبلت بقرار اللي هو إيه. ولكن استاذ عيسى كيف راح نضمن هالدول راح تمشي وراء هذا القرار؟ الدول اكيد يعني 100% اكيد هناك ثغرات دائما في اي قرار نجيب، يعني في ثغرات في كيف راح نمارس عليهم الضغوطات يعني هي شنو يقول لك مثلا انا في القرارات بس اساس اني احب يعني اتذكر هذه الامور، يعني التحول بعيدا عن استخدام الوقود الاحفوري، يعني باكر سياراتنا سيارتك اللي هي تستخدم 8 سلندر تستخدم كميه كبيره من الوقود، لازم تنتقل الى ان تكون سياراتنا تكون مصانعنا لا يكون فيها انبعاثات، ونتحول عن الوقود الاحفوري من الغاز ومن الفحم الحجري ومن النفط ان اي انبعاثات ما تكون عندنا أساس نرجع ليتعافى كوكب الأرض والغلاف الجوي عن ما تتعرض الآن من تطرف كبير في الطقس. هذه المشكلة اللي احنا راح تأثر علينا كذلك اقتصاديا، لا تنسى ان بيع سيارات واللي هي الكهربائية بشكل اكبر، زين شو راح نوفر كذلك ان مصانعنا يكون فيها ثلاثة تقدر السيارات الكهربائية على جونا بالصيف على سبيل المثال. احنا ما نبي نسبق الأحداث، ولكن يعني احنا كدول احنا ما احنا دول صناعية صحيح. بحجم الدول الصناعية الكبيرة صحيح. وإن كانت عندنا بعض الصناعات هذا أمر جدا بسيط بالنسبة لدول أخرى، أيضا حتى استخدامنا للنفط وتحويله إلى بنزين وإلى آخره ايضا ليس بالكميه الكبيره صحيح. فاعتقد ان الرفض اللي صار من الكويت والمملكه العربيه السعوديه والعراق اعتقد ان هناك ممكن راح يكون في نقاش في المستقبل أكيد. وراح يكون طبعا في ممكن راح يكون في موافقه ولكن بحدود معينه بشروط معينه، وحاليا تم الرفض لان في امور كثيره ما هي يعني الموضوع ما هو كن فيكون، الموضوع لازم لا ياخذ وضع ودراسه. نعم اكيد. شوف هو دائما اذا طلعت مثل القرارات شيء يتم اوكي كيف ممكنكم تساعدونا كذلك، مثل ما طلع صندوق اللي هو الكوارث، يعني احنا كانوا يقولون خففوا شلون نخفف واحنا ما عندنا تكنولوجيا للتخفيف من الانبعاثات، اعطونا الامكانيه ان نصنع هذه الاجهزه ونسويها، مثل ما بدات المملكه العربيه السعوديه تصنع اللي هو الالواح الشمسيه مثلا او اللي هو صيانة الأجهزة والألواح الشمسية والرياح كذلك وتوربينات الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية. نعم. فإحنا الآن شنو محتاجين؟ إحنا من الدول النفطية نحتاج الآن أن نغير اتجاهنا إلى اتجاه حتى في خلينا نقول في وسائل التعليم التخصصات الجديدة اللي راح تطلع فيها أن نتجه إلى تكنولوجيات حديثة ونهيئ طلبتنا ونهيئ كذلك جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية والصناعية أن تبدأ بالتخفيف، لأن احنا خلاص احنا جزء من العالم، وشنو قوتنا احنا بالنسبة حق هذه القوة الكبيرة اللي يمكن تمنع عنك قطع غيار لمصافيك مثلا وما عندك باكر حتى تصلحها تمام؟ فأنت لازم إحنا أولاً وأخيراً راح ننقاد إلى هذا القرار بالتخفيف من انبعاثاتنا. واحدة مثل الحلول اللي قلت لكم أنا الزراعة وغيرها، ونفس الشيء التخفيف من الانبعاثات. بالنسبة لكلامك عن السيارات الكهربائية مثلاً، أنا شفت كثير من السيارات الكهربائية بدون ذكر أسامي الشركات اللي تصنعها مثلاً بدأوا يستخدمونها في الإمارات، فبدأت كذلك وفي المملكة العربية السعودية وفي الدول الثانية، حتى إحنا عندنا بالكويت مثل ما تفضلت. أنا سؤالي كان حق وقت ما ركبت التاكسي من إحدى السيارات اللي يسمونها الجرين اللي يسمونها الحين جرين اللي هو الوقود الأخضر، بس أنت لما تبي تعبي هالبطارية مو يبي محتاج أنت كذلك إلى شلون أنت تولد طاقة كهربائية. أكيد مثلا إحنا الآن من محطات توليد الطاقة الكهربائية تستخدم الوقود، نفس الشيء في الدول الخليجية الأخرى. إنزين أنت إذا قاعد تحرق أوريدي الوقود أساس تولد كهرباء وتحطها بسيارة كهربائية. غير هذا الشيء مثل ما تفضلت، فعلا
الإفشنسي اللي هو خلينا نقول طاقة الاستهلاك تكون أقل في الفترات الحارة، لأنك أنت قاعد تستخدم المكيف، فوقت ما تستخدم المكيف في السيارات الكهربائية تنفذ البطارية يعني قوتها بشكل سريع. وهذا اللي سألته أنا السائق التاكسي، قلت له شنو الأكثر أشياء اللي أنت تحس بالسيارة؟ كان يقول التكييف. أنا ما شغل التكييف بدل ما أنا تعطيني 500 كيلو مثلا أمشي بالسيارة تعطيني 200 النص. وإحنا اعتمدنا يعني طول السنة على التكييف يعني. وإحنا اعتمادنا تقريبا إذا مو طول السنة عندنا يمكن شهرين بس اللي ما نستخدم فيها التكييف. وباقي الأوقات في الناس مثلا كله محترق 24 ساعة التكييف مشغال، فأنت إذا راح تكون في نوع من بطاريات أقوى من الموجودة. يعني الآن الشركات اللي تحضر هالمؤتمر هذا أو المؤتمرات هذه بدأت تصنع، فبدأت تستفيد كذلك اقتصاديا وماديا. هذا مشكلة أن احنا مثل ما قلنا يعني راح تكلفنا مليارات على أساس نغير إلى طريقة الحياد والتخفيف من الوقود الأحفوري. يعني يبون يعني نتوقف من توليد أي أو انبعاثات تكون مو موجودة في سنة 2050. ترى 2050 راح تطير كذي، 2023 في 2030 يجب أن نخفف تقريبا 50% من انبعاثاتنا. فشون نسويها؟ يجب أن تجتمع اللي هي المؤسسات العلمية وكذلك الاقتصادية في الدولة، وتبدأ كذلك بوضع خطط واستراتيجية للتخفيف، لأن إحنا جزء من إحنا بنضع مطلوب. خطط لازم نبي نضع خطط. إحنا صارنا الحين كم سنة نتكلم عن هذا يعني عن هذا الموضوع يعني لازم. يعني ليش يعني أنا في هذا يمكن أنا أخالفك فيها أبو أحمد، إنه وجود مؤسسة يقول لك والله أنا قاعد أدرس الموضوع. لا، أنت صار لك موجود صار لك أكثر من 25-30 سنة. أنا وياك اللي قاعد أدرس الموضوع 25-30 سنة. إحنا الحين ما نبي وضع خطط، إحنا الحين نبي تنفيذ الخطط اللي صار لكم 30 سنة قاعد تخططون عليها. يعني مثلا ذكرت أنت على سبيل المثال التخضير، الزراعة وايد راح يقلل نسبة الحرارة، ونفس الوقت راح يزيد عندنا الأكسجين. لما يزيد عندنا الأكسجين ترى حتى الحالات المرضية لبعض الناس راح تخف لأنه مرتاح. بس خلي أقول لك شغلة ثانية، أن شنو هي كاربون كريدت؟ يعني إيه هي كذلك؟ يعني لما تزرع راح شو تسوي؟ تحصل عليها فلوس بالنسبة للتخفيف. لكل طن من تخفيف انبعاثاتك هم لهم ترى سوق. الآن الدول اللي عندها الأشجار وكذا تحطها يقولك اللي هو التخفيف من انبعاثات، زين؟ ففي شركات تسوي لك الأوديتينج وتسوي لك فيزيبيليتي ستادي، دراسة الجدوى الاقتصادية، وتعطيك سيرتيفيكت وتعطيه حق الأمم المتحدة أني أنا بدأت أخفف انبعاثاتي. فمصانع النفطية الآن كثير خففت بالكويت، ترى بدأت يعني بادية الحين الكويت إنها تخفف. شفت الشعلات إحنا كنا نشوفها بكثرة هذيك الأيام، قلت بنسبة أكثر من يمكن 50% أو 60% أو 70% إذا مو وصلت إلى 80%. فهذه ترى الإجراءات إحنا يعني بدينا تطبيق الكويت، بس يبينا أن نستعجل أكثر، يبينا نحط الخطط إنزين لهذا القرار الأخير. شلون إحنا راح نوقف نهائيا من يعني الوقود الأحفوري بالتخفيف من الانبعاثات؟ بس الشيء عيسى كنا عارفينه من قبل، يعني دائما في هالمؤتمر اللي تعقد سنويا يعني على مدار 27 مؤتمر كان دائما الحديث عن الموضوع هذا. يعني نفس لازم الموضوع من ذاك الوقت وإحنا نتكلم على لازم يكون في خطة، لازم يكون في بديل، لازم يكون والله تعبت وأنا أقول صناعة. وكل ما نقابل أستاذ عيسى حد يعني مسؤول عن كما ذكر زميلي نجيب عن الخطط، الخطط موجودة، يقول خطط موجودة بس اللهم يمكن في الأدراج وما يطلعوها ينفذوها الله أعلم. لا لا هو شوف في الآن خاصة مع المؤتمر، عفوا هذا المؤتمر الأخير الآن قراراتها يعني إحنا حتى لو مثلا نرفض، ولكن إحنا في عالم واحد في هذا الكرة الأرضية نعيش في نفس المكان، فيجب أن كذلك نبدأ بالمحافظة والتخفيف انبعاثاتنا. فعلا ترى الأسباب الرئيسية هي الانبعاثات الأخيرة، مو بس انبعاثات ترى النفطية، لا في انبعاثات زراعية كذا. فالمؤتمر يمكن طرح عدة يعني أمور بس ودي أذكرها بشكل سريع. يعني مثلا التعهدات اللي كانت بتمويل مثل هذه المشاريع حق الدول الضعيفة أو الفقيرة اللي ما عندها 83 مليار مثلا حاطين بالصندوق اللي هو للتخفيف من انبعاثات هذه الدول. كذلك 11 قرار إعلان اتفاق لأول مرة في مجالات الصحة والغذاء. ترى المؤتمر مو قضية مثلا تغير مناخ، هذه نفس الشيء. والطاقة المتجددة، شو نحن نطور في الطاقة المتجددة؟ يمكن الآن الهيدروجين النظيف
مثلا. الهيدروجين النظيف يمكن يودي الطاقة كهربائية كبيرة من الهيدروجين من الماء، نقدر نغير، واحنا عندنا البحر نقدر نستخدم مثل الطاقة بإنتاج الطاقة الكهربائية، نقدر نخش نفطنا ونسوي اللي هي المواد البتروكيماوية. بعض الدول بدأت هذا الكرسي اللي قاعد عينها بدأت مثلا هالتقنيات هذه اللي موجودة. غير هذا الشيء مثلا 140 دولة وافقت على مبادرة الزراعة، الزراعة اللي أنا نتكلم عنها، الزراعة والغذاء والمناخ مثلا، وافقت 75 دولة و40 منظمة على اللي هي الإقامة والتعافي. غير 13 دولة وافقت على تمويل، 13 دولة من دول الصناعية الغنية بتمويل. يعني الإمارات قالت أنا راح أحط 100 مليون مثلا دولار في صندوق، نعم، اللي هو مكافحة التغير المناخ. نعم شادية ودها تسعى عن الطقس، رد عليها أنا مالي شغل. أيوة أساس العطلة والناس اللي تطلع فعلا عن هذا الموضوع شائك وطويل جدا لو نتكلم في ساعات التغير المناخ. بس إحنا بالنسبة لأجواءنا مثل ما تلاحظ التغير الموجود هذا الدف اللي قاعد يحصل عندنا في الفترة الأخيرة، يوم اللي طافوا يمكن شاديشنا صيفية كانت مثل ما قلت، نتأقلم حتى ليل بارحة يعني بالليل يلا الناس اللي تطلع يوم قاعد أتكلم اسمه الماضي أنه أوكي العطلة الجاية راح تكون أجواءنا شتوية باردة، وراح تكون مثل ما قلت لكم أن اليوم وباكر ويوم إلى يوم الأحد ويوم الاثنين أجواءنا باردة تكون شتوية. بالبر 100% يمكن توصل مرة ثانية 8 درجات وتسع وسبع درجات مئوية. لاحظوا وين الصفر، وين درجة الوحدة. شتاء دافئ راح يكون، الهواء كله شمالي غربي من اليوم إلى عندنا يوم تقريبا الأحد. يوم الاثنين أول الصبح شمالي غربي، بعدين يدور مرة ثانية كوس الجنوب الشرقي، فيعني تبدأ الرطوبة ترتفع فيبدأ الدفء مرة ثانية هم تدفع. كثر يستمر تقريبا عندنا يوم الاثنين بالليل والثلاثة والأربعة وجزء من يوم الخميس كذلك الأسبوع الجاي يعني دورة الأسبوع إن شاء الله. الغيم موجود وفي فرصة أمطار نفس الشيء ما بين يوم الأربعاء ويوم الخميس. عاد خلينا نشوف يوم الأربعاء ويوم الخميس جدول الأسبوع المطرة حتى اللي مرت علينا شفتوا أنتم المطرة السريعة واستحياء زين. والدفء هذا راح يكون إلى نهاية الشهر إلى نهاية حتى رأس السنة اللي عادة إحنا تكون في أجواء باردة، نفس الشيء راح تكون أجواءنا نسبيا دافئة ما في البرودة الشديدة اللي راح تكون. فالحرارة عفوا الحرارة هاليومين هذيل راح تكون تقريبا ما بين 21 22 23. اليوم يعني 22-21 درجة ما راح ترتفع أكثر من كذي. الآن في الفترة هذه الحين الصبح يمكن الحرارة ما ارتفع عند 16-17 درجة في الديرة في المدينة. في البر إلى الآن 15 درجة مئوية إلى 14، فانخفاض كبير راح يكون الليلة. الإخوان اللي طالعين البر أدري كثير من الآن بيروح المخيمات. والله من أمس اللي قاعد راح البر من أمس يقولون وايد برد يعني. أي نعم برد اللي بدأ بالليل عرفت شلون، هذا أول ما دش علينا مرتفع الجو. البحر راح يكون اليوم تشر عليه وجزء ما حد يروح البحر الان. انت تعتبر انت واحد من اللي هم الحداقه واللي يطلعون البحر ويعتمدون على مثلا الهواء والرياح. فالبحر راح يكون خفيف لا معتدل، مو مرتفع وعالي جدا لا، شمال الجون في شويه الاغلاق وموي، كل ما دشيت شويه داخل البحر في ما بين 2-3 قدم شيء، لان الشمال ما هو قوي يعني سرعته خفيف لا معتدل. بعض فترات النشاط في البر على البحر لأن في 2-3 أقدام أحيانا 4 أقدام شوية على طول يدوق بالليل. وعندك نفس الشيء اليمعة أخف باكر العصر، والسبت البحر خفيف، الأحد خفيف، وعندك يوم الاثنين كذلك خفيف، يوم الثلاثة والأربعة والخميس يعني شوية الموج راح يرتفع. فأجواء شتوية حلوة إن شاء الله. استمتعوا فيها أستاذ عيسى، أدركنا الوقت، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.